الأول. جول! هدف أول من كرة على الطاير لخليل بني عطية. خليل بني عطية في الدقيقة 40. في الدقيقة 40 يزور الشباك الجزراوية بتمريرة ولا أروع من يوسف عبد الرحمن. يوسف عبد الرحمن بمجهود فردي ولا أروع يضع الكرة على قدم خليل بن عطية، وخليل يسدد على الطاير على يسار أحمد عبد الستار. الفيصلي يتقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. نشاهد مرة ثانية، نشاهد المجهود الفردي والمهارة من يوسف عبد الرحمن يمرر، وخليل بن عطية يسدد. خليل بني عطية يسدد ويسجل الهدف الأول لمصعد فريق الفيصلي بتمريرة ولا أروع من يوسف عبد الرحمن، وهدف مقابل لا شيء للجزيرة قبل 5 دقائق على نهاية الأحداث الوقت الأصلي للشوط الأول. هدف سيشعل المباراة مثلما أشعل الآن المدرجات. نتمنى أن يشعل المباراة كما أشعل المدرجات الآن. الفرحة الكبيرة من جمهور الفيصلي بعد هدف اللاعب المعالي.